الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالإنعام، الحمد لله المتفرد بالإنعام الذي أتم علينا نعمة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا عدد المكبِّرين والمُصلِّين والصوام. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة يفضل بعض الأماكن على بعضها، وبعض الأزمنة على بعضها، فيفضل مكانًا على مكان، وزمانًا على زمان، وأيامًا على أيام، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى فضل هذه العشر المباركات على بقية الأيام، فضلها أيما تفضيل، فهي أحب الأيام وأفضل الأيام وأزكى الأيام وأرجى الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فالأعمال الصالحة فيها ليس كبقية ليس كالأعمال الصالحة في بقية الأيام. فالسعيد من وفق فيها للصالحات، والمحروم من أضاعها في اللهو وبقية الملهيات. عباد الله، إن هذه الأيام العشر قد ذهب أكثرها، وبقي أعظمها وأفضلها. بقي يوم عرفة الذي نحن فيه، وبقي يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله. فمن أحسن فيما بقي من هذه الأيام فإننا نرجو له أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من التقصير. فيوم عرفة يا عباد الله يوم عظيم، يوم مشهود، يوم من أيام الله سبحانه وتعالى العظيمة. فضائله كثيرة وخصائصه كثيرة، نذكر طرفاً منها يا عباد الله تذكرةً وتبصرة. فقد أقسم الله عز وجل بهذا اليوم العظيم، فقال سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وقد اجتمع في هذا اليوم الشاهد والمشهود يوم الجمعة ويوم عرفة، وهذا فضل عظيم. والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقد أقسم بهذين اليومين دليلاً على عظيم أمرهما وكبير شأنهما عند الله سبحانه وتعالى. ويوم عرفة يوم التوحيد وإبطال الشرك والتنديد، فهو يوم ميثاق التوحيد
الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حشر الله عز وجل ذرية آدم ونترهم كالذر وكلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقد كلمهم الله عز وجل كما في هذا الحديث بنعمان، ونعمان هي عرفة، فكلمهم في يوم عرفة وفي مكان عرفة، فاجتمع الزمان والمكان. وهذا دليل على فضل هذا اليوم العظيم، فقد اختاره الله عز وجل لهذا الميثاق العظيم، ميثاق التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. فلا حجة للناس على الله سبحانه وتعالى في التوحيد ووجوب عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا اليوم يا عباد الله هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. جاء رجل يهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: وما هي؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فهذا يوم عظيم اختاره الله عز وجل لإكمال الدين وإتمام النعمة. ويوم عرفة يا عباد الله يوم الصوم للرحمن وتكفير الذنوب والآثام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. ولم يأتِ حديث في فضل صوم يوم كما جاء في صوم يوم عرفة، فهو أفضل صيام التطوع على الإطلاق. ويوم عرفة يا عباد الله هو يوم مخالفة المشركين، هو يوم مخالفة المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم عرفة خطبته العظيمة، خطبته العظيمة البليغة، ومما قال فيها صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس في ذلك المجمع العظيم براءته من دين الجاهلية. والبراءة من المشركين هي أس الدين، والتشبه بالكافرين هو أصل المعاصي والكفر المبين. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، خالف المشركين في يوم عرفة في النسك. فمن ذلك أن المشركين من قريش ومن والاهم، وكانوا يسمون بالحمص، كانوا يقفون بطرف الحرم
ولا يدخلون إلى عرفة، لأنهم لا يخرجون من الحرم بزعمهم، لأنهم أهل حرم، فكانوا يقفون بطرف نمرة ولا يدخلون عرفة، ثم يفيضون من ذلك إلى مزدلفة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بعرفة ثم أفاض منها إلى مزدلفة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد رأينا أن كل مكان أعرض المشركون عن النسك فيه فإن الله عز وجل أوجب النسك فيه، وذلك من أجل مخالفة المشركين. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في يوم عرفة، وذلك لأن المشركين يفيضون من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. فهذا اليوم يذكرنا بهذا الأصل العظيم، وهو مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم. فيا عباد الله، احذروا مشابهة المشركين في كل أمورهم في دينهم ودنياهم، فإن مشابهة المشركين سبيل الكفر والمعاصي، ومخالفة المشركين سبب للثبات على الدين. ويوم عرفة يا عباد الله هو يوم العتق من النيران، ومباهاة الرحمن ودنوه من عباد ويدوه من عباده سبحانه وتعالى. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وهذا العتق يا عباد الله هو أعظم العتق على مدار السنة، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من هذا اليوم. فعلينا أن نكثر من الدعاء أن يعتق الله عز وجل رقابنا من النار. قد قال ابن رجب رحمه الله تعالى كلاما معناه أن هذا العتق يستوي فيه الحجيج وغير الحجيج، ولذلك صار اليوم الذي بعد يوم عرفة عيدا للمسلمين أجمعين، الحجيج وغير الحجيج. فهذا يا عباد الله فضل عظيم ينبغي للمسلم ألا يفرط فيه، فهو يوم العتق من النيران. ويوم عرفة هو يوم الدعاء، وما أدراك ما الدعاء؟ هو يوم الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذا يشمل الحجيج وغير الحجيج، وإن كان الحجيج أخص بهذه الفضيلة، فقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فدخل فيه جميع المسلمين. قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا الحديث يا عباد الله حديث عظيم، فيه أن الإكثار من كلمة التوحيد، الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبب من أسباب إجابة الدعاء. فعلى الكيس الفطن أن يكثر من هذا الذكر العظيم، من هذا الذكر العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهو من أسباب إجابة الدعاء في هذا اليوم العظيم الفضيل.
وهذا اليوم الذي نحن فيه قد اجتمع فيه ثلاثة من أسباب إجابة الدعاء، فلا يغفلن مسلم عن الدعاء، فقد اجتمع في هذا اليوم يوم الجمعة ويوم عرفة والصيام، وكلها من أسباب إجابة الدعاء. فاللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والعفو يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن من الأحكام المتعلقة بيوم عرفة أنه اليوم الذي يجتمع فيه التكبير المطلق والتكبير المقيد، كما ذهب إلى ذلك الصحابة رضي الله عنهم ونقله الإمام أحمد إجماعًا عن الصحابة. فيبدأ التكبير المقيد بعد الصلوات المفروضات من فجر يوم عرفة، والتكبير المقيد هو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضات صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وألحق به بعض العلماء صلاة الجمعة لأنها صلاة مفروضة في جماعة. فيجتمع التكبير المقيد والتكبير المطلق من يوم عرفة. ثم يا عباد الله، اعلموا أنكم مقبلون على أعظم أيام الدنيا وخير أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر الذي قال فيه سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فعلينا أن نعظم هذا اليوم حق التعظيم، علينا أن نعظم هذا اليوم حق التعظيم، فإن ذلك من تقوى الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعظموا هذا العيد فإنه أعظم العيدين وكلاهما عظيم، فإنه أعظم العيدين وكلاهما عظيم. نعم يا عباد الله، يوم النحر وعيد الأضحى هو أعظم العيدين. والعجب كل العجب أن كثيرًا من الناس لا يلتفتون إلى هذا العيد ويستهينون بأمره، مع أنه أعظم العيدين، وهو يوم الحج الأكبر، يوم النحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأيام عند الله يوم النحر. ومن تعظيم هذا اليوم الحرص على صلاة العيد فيه، فصلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة. وقد ذهب جمع من المحققين إلى أن صلاة العيد فرض عين على جميع المسلمين المستطيعين، وهذا هو الصواب، لأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج إلى صلاة العيد، والأمر يقتضي الوجوب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اللاتي لا يجن عليهن صلاة الجماعة وهن النساء وذوات القدور، بل إنه أمر اللاتي لا تجب عليهن الصلاة أصلا وهن الحيض
وذلك من أجل أن يشهدن دعوة المسلمين. وكل هذا يدل على عظيم أمر صلاة العيد، فعلينا أن نحرص عليها وأن نظهر شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة الظاهرة، فإن في ذلك عزة الإسلام وإرغام لأهل الكفر والشقاق والنفاق. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق الحجيج في حجهم، اللهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم إنا نعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم وفقهم في حجهم، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا، تجاوز عن تقصيرنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم المبارك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.